تنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء ودعم المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي جلسة افتتاحية لبرنامج المحاضرة العلمية، وهو برنامج يهدف إلى ما يهدف إليه هو تحصيل تمكين السجناء من تحصيل المعارف والمهارات والسلوكيات التي تمكنهم من تحسين أنفسهم ضد التطرف، ضد الأفكار الفاسدة، وتمكينهم من تأهيل وإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم. إذن هو برنامج يشمل 300 سجين لمدة تمتد على 6 أشهر. 300 سجين يستفيدون لمدة 6 أشهر من هذا البرنامج، وبالتالي تم توزيعهم على 4 مراكز أساسية، هي مركز تفلت الذي نتواجد فيه، ومركز تلال جوج بمكناس، مركز طنجة جوج أيضا، ومركز عين 71 بالدار البيضاء. إذا بطبيعة الحال هذه الشراكات تمكننا مع شركائنا الرابطة المحمدية للعلماء من تثمين هذا البرنامج، ومن تثمين هذا التكوين لفائدة السجناء. بطبيعة الحال البرنامج يدخل ضمن الباقة الجديدة من البرامج التي تهدف إلى ليس فقط تمكين السجناء من المدارك، ولكن أيضا تمس وجدان هذا السجناء من أجل في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تأطير الخطاب الديني بالمملكة. هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء، وهو يتغيى بناء جملة من القدرات والكفايات لدى نزلاء المؤسسات السجنية لكي يكونوا بمثابة المثقفين النظراء لنظرائهم في هذه المؤسسات. البرنامج يتمفصل حول 4 مفاصل. البعد الأول هو البعد الإدراكي للنسقية وللبنائية التي عليها هذا الدين، حتى لا يتم القول بغير علم ولا يتم الانطلاق من غير استبصار. البعد الثاني هو البعد المتصل بالأحكام، سواء كانت أصولا أو كانت فروعا، وهناك سلسلة من المحاضرات التي سوف تلامس هذا الجانب. البعد الثالث هو البعد السياقي المجتمعي، وسوف تكون أيضا جملة من المحاضرات المختصة في هذا الباب. ثم البعد الرابع هو البعد المتصل بعمليات التنزيل والإعمال، أي البعد الوظيفي لكل هذه المحاضرات. المراد من هذه المحاضرات هو نقل جملة من المعارف التي تمنع هؤلاء النزلاء من جهة، وتؤهلهم من جهة ثانية للتعاطي حول هذه المواضيع انطلاقا من دلائل سوف تسلم لهم، يصبحون معها وبالاعتماد عليها قادرين على التعامل مع نظرائهم بشكل يتسم ويتحلى بالوسطية التي عليها الثوابت المغربية في الشأن الديني بريادة مولانا أمير المؤمنين أيده الله.